اسمي روزاليند فرانكلين. عرفت منذ صغري بأنني أريد أن أصبح عالمة، وبالفعل هذا ما حصل معي. درست الكيمياء الفيزيائية في جامعة كامبريدج وأنا في سن 15. تخصصت في حيود الأشعة السينية، حيث قمت بإجراء أبحاث تحليلية بالأشعة السينية، وكان التصوير البلوري بالأشعة السينية ملائماً لبحث تركيب الDNA، وسرعان ما تمكنت من إثبات أن جزيء الDNA يمكن أن يظهر في شكلين ألف وباء. في عام 1952 صنعت صورة بالأشعة السينية للشكل باء من الDNA. تبين هذه الصورة أن شكل باء من الDNA عبارة عن بنية حلزون مزدوجة، حصلت عليها بعد العمل لمدة 100 ساعة. كانت الصورة تقدم دليلاً على النظرية التي بدأ واتسون وكريك في تأسيسها في كامبريدج، وبعد أسابيع قليلة أصبحت كل المعلومات الضرورية متوفرة لكامبريدج، ونسب الفضل في البحث لواتسون وكريك، ولم يذكر اسمي على الإطلاق. على أي حال، لم أكن أعلم وقتها أن عملي أدى للإنجاز الذي حققوه، حيث كنت قد ركزت أبحاثي في علم الفيروسات ووضعت أساس علم الفيروسات التركيبية.